طالبينه ابو جاسم طالبينه. قلت تم بينك انت والاستاذ يوسف سيف يوم الافتتاح. لا والله ما قلت الواحد غيره وبشربه طال عمرك. لا والله انا موقف لحظة فارس فارس شاهد خل فارس يقول. لا لا بنوره موقف تاريخي والله ما ادري عاد اذا ابو محمد يخاف اذا هو سهران مشكله ما اقوله. لا نايم نايم محمد ها اذا راقد يمكن راح هو يشوف اللي عاد الصباح. لا يعطي العافيه. لا انا حلم حلم ان اول منتخب عربي بيسجل. لا لا سجل غير شر. لا 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 هو هو جاني في كبيره التعليق الله يجزاه خير والربع معانا قال يا اخي انا حلمت حلم. قلت له ان شاء الله خير. لا لا مو بحلم الطير حلم ثاني. قلت له خير ان شاء الله. قال والله يا اخي انا حلمت حلم انه وكانت اول مباراه منتخبنا مع منتخب اوزبكستان في الافتتاح. قلت خير ان شاء الله. قال انه اول هدف عربي راح يسجله المنتخب الاماراتي. هو حلم وضعه مره طلع من البطوله وسجل وبدون هدف. لكن هذا حصل الموقف مع حازم الكديكي. حازم الكديكي الله يمسيه بالخير في فتره من الفترات جاء اشتغل في قناه الدوري والكاس بدايته. الله يذكره بالخير. الله يذكره. فحازم الكديكي كان في ذاك اليوم تعبان الظاهر متسمم او ماكل شيء او حاجه فيبعث لي مسجات مش على ارجوك تعال. انا كنت يومها في الملعب وهو معلق المباراه حازم وهو عند المباراه ومطرش لي ونسيت اول مسج ما رديت عليه والمسج الثاني على طول. قلت يا اخي اروح لحازم اشوف ايش السالفه. رحت على الكابينة التعليق الا حازم الكديكي معرق وفاتح القميص وما له خلق يعلق. اقول له هو على الهواء طبعا. قلت له حازم اشر له بيدي هكذا يعني ايش اللي حصل؟ قال مشاهدينا اعتذر لعدم تكمله المباراه وسيكون معكم الزميل مشعل للتعليق على المباراه. انا في حياتي ما علقت تخيل وهو على الهواء والطاوله فاضيه لا فيها لا تشكيله ولا فيها معلومات ولا فيها. خذ اوراقه وراح. ما عنده اوراق عشان يشهد بدون اوراق. وجاء قام تعرف اذكرها في نادي قطر في غرف الكباين التعليق جنب بعض فطلع من الكابينه وراح الكابينه الثانيه وانسدح على الارض تعبان يعني هو مبين علينا تعبان. الله يذكر ابو خالد هو ابو عبد الرحمن ابو عبد الرحمن ايه اقول له ابو فلان مش الله هو المشكله قدمني يعني واجي واحط السماعه على اساس اني ابي ابدا بالتعليق واسمع صوت جمهور. قلت شيء مرعب ونزله تكفى يا طويل العمر مشي الشوط الاول بس تو اول خمس دقائق من المباراه وارجع مره ثانيه. بعدها قلت لا حول ولا قوه نسلم الامر ونعلق. طيب هناك مطالبات كثيره خلاص ولا لا؟ اي وبس علقته وبعدين حطوني مع المعلق. الله يسامح حازم الكديكي. طيب سؤال الله يسامح سؤال مش انا بنعرف موقفك مع يوسف سيف. لا والله لا ممكن المشاهد بعد تحت الهواء بقول في استقاله هذه بعد في استقاله. لا لا مش في استقاله. لا والله لا 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 بس والله موقف جميل جدا. استقاله ولا اقاله يا فارس؟ نتكلم عن الطبيعه وعن لا بقول والله بقول لك وعن التفاؤل والتطاير. ما مستحيل. ليش؟ لان يا اخي يمكن المشاهد لا عطنا يعني ما اختار مشعل عن عبث ريال فاهم وبدوي. انا عارف يعني. انا لا 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 انا ما عندي مشكله لكن انا يمكن الراي العام الان ما يقبلها. تعال انا بقول لك احنا لا يدينا بوب الحين. لا 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 احنا بينه وبين